جد سعيد اليوم بتواجدنا داخل مؤسسة الغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة في لقاء تواصلي ولقاء مع كل الإعلاميين أو المنابر الإعلامية بجهة طنجة تطوان الحسيمة. قدمنا حصيلة ديال العمل منذ 2015-2021، عمل اللي كلكم شفتوه يعني بمميزات فيه، حصيلة الكل يشهد بأنها هي حصيلة جد جد حسنة، حصيلة اللي هناك كان عمل مشي عمل دغائس وهو عمل مشارك ما بين الطاقم الإداري وكذلك الطاقم المكتب وكذلك أعضاء الغرفة اللي كانوا يشتغلون داخل اللجان. هناك كذلك لابد نشكر كل المؤسسات اللي ساهمت معنا، المؤسسات اللي كانت واكبت معنا في اللقاءات اللي عملناها، في الندوات اللي عملناها، في كل الإشكاليات. لابد نشكر كل السلطات المحلية على رأسهم السيد الوالي على 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 كل ما المساعدات اللي قدمها لهذه المؤسسة والمهنيين اللي كيشتغلوا معها. كذلك لابد ما حاولنا نكون نواكبوا كل ما هو جهوي من مناطق على الصعيد الجهة، من مناطق ولا بل لا ننسى مناطق من مدينة الحسيمة، تطوان، شفشاون، وزان، العرايش، قصر كبير، فنيدق المضيق، فحصنجرة، وزان، كل 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 اقاليم الجهة حاولنا باش نكونوا يعني عن قرب عن الاشكاليات المهنيين. عرفتوا بان رفع علينا هذا الوباء ديال كوفيد، عرفتوا بان كانت هناك سنة ونصف اللي دبرناها حتى مع المهنيين الاشكالات اللي عايشوها، فباقي كيتخبطوا هذه المشاكل، باقي كيتخبطوا فيها. فاظن بان واكبنا، كنا لنا حظ باش نكونوا داخل لجنه اليقظه من يعني من من المسؤوليه ديال رئيس جامعه الغرف. كل هذه النقاط الحمد لله عطات واحد الديناميه، عطات واحد يعني واحد الاشياء اللي الحمد لله اليوم نفتخر بواحد العمل المشترك ما بين كل المكونات لهذه المؤسسه. فشكرا لكم كإعلاميين اللي واكبتونا مدة كل هذه السنوات هذه، شكرا لكم. الحصيلة الحمد لله كانت جد مشرفة بشهادات الجميع، ولكن كيبقى دائما هناك ما يمكن إضافته. ما يمكنش نقول لك أنا حصلتي جد ممتازة جد متميزة، وهذا كتسمى حيت أنا درت اليوم هذا القراءة مع الجسم الصحفي إلا وباش يبين لي مدى تميزي في هذه الحصيلة. والحمد لله كما قلنا أننا وصلنا 85% من تنفيذ المخطط الاستراتيجي اللي وضعناه، واللي كان هناك فيه جرأة كبيرة بالخصوص لما كنا كنختاروا البرامج السنوية، برامج العمل السنوية، كانت هناك جرأة في اختيار الأولويات، وهناك جرأة في اختيار المشاريع، هناك جرأة في اختيار الوسيلة لتدبير وتنفيذ تلك المشاريع. والحمد لله وصلنا لواحد الحصيلة جد مشرفة جد متميزة، واللي كان السبب فيها واحد العدد ديال البرامج لتطوير الغرف، بينتها المخطط لتنمية وتطوير الغرف اللي بديناه في 2018، وكيشمل عدة محاور. بين المحاور الأساسية هي الحكامة، ومن بين المحاور الأخرى هي جعل الغرف مؤسسات ذات طابع اقتصادي وذات تدبير مقاولاتي، وتكون كتدبر الموارد ديالها من خلال اشتغالها. وهذا الشيء اللي غادي ينفه اليوم هذا البرنامج، حطنا فيه نسبة متميزة. هذا الأمر ما كيعنيش بأنه وصلنا، وإنما هو اليوم بداية انطلاقة لتطوير أهم إن شاء الله الرحمن الرحيم. وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.